يحكى أن حمامتان قررت السفر والابتعاد عن الغدير الذي عاشتا إلى جانبه طويلا بسبب شح الماء فيه، فحزنت صديقتهما السلحفاة وطلبت منهما أن يأخذاها معهما، فأجابتها الحمامتان بأنها لا تستطيع الطيران. بكت السلحفاة كثيرا وتوسلت لهما أن يأخذاها معهم وأن يجدا طريقة لنقلها، ففكرت الحمامتان وقررا حملها معهما، فأحضرت عودا قويا أمسكت كل واحدة منهما به من طرف، وطلبت من السلحفاة أن تعض على هذا العود حتى تطير بها، وحذرتها الحمامتان من أن تفتح فمها مهما كلف الأمر لأن ذلك فيه مهلكها، ووافقت السلحفاة على ذلك ووعدتهما بأن تنفذ ما طلبتاه منها، وطارت الحمامتان فوق الغابة إلى أن رأى بعض الناس الحمامتان والسلحفاة فقالوا: يا للعجب، حمامتان تحملان سلحفاة وتطير بها. لم تستطع السلحفاة تمالك نفسها فقالت: فقع الله أعينكم، ما دخلكم أنتم؟ فسقطت بعد أن أفلتت العود من فمها وهلكت. والعبرة هنا: إن لم تملك لسانك تندم، وفي اللسان هلاك الإنسان.